ان شاء الله النهارده هنركب في عربيه موبل الجميل ال 1300 مع السماعتين ال 330 الكنويك مع كاسه الادريان ده اي 2 اكس 2 في منه واحد لغايه 7 2 السماعات والبازوكا وعليكم السلام. وناخد كاسة كده من جوه فيه كاسة الادريال هذه الكاسة اهو تمام شكل الشياكة ومحترم وادي العلبة بس اللي بيجي معاه في الريموت وفي الفيشة وفي الضمان ضمان سنة برضه الكاسة ده فيه بلوتوز في ضبط صوت وفي اكس في راديو فلاشة كارت نركب ونرجع ليكم. طب في حد سمع عن السماعة 330 اهي وادي الوش بتاعها وادي السماعة مكتوب عليها ميد ان شاينا بس هي صيني ايوه ماشي بس مش كل الصيني يبقى وحش اهو سماعة محترمة وقوية وغالية مش رخيصة برضه يعني هنركبها ونرجع لكم تاني. موجب مع الموجب والسلك مع السلك الكابل يبقى قوي كده عشان خاطر يستحمل الكهرباء بتاعت الدنيا طلعها كده بالشويش وادي البازوكا ال 1300 الجي مال ومعاها الجي ام جيم 350 عشان ما يبقاش حمل تقيل على البازوكا 350 تمام في الساوند اللي انت ركبته النهارده الله ينور عليك تمام يعني بسم الله ما شاء الله بازوكا تمام 10 على 10 والسماعات 100 والكاسيت 10 على 20 الف مبروك عليك الله يبارك فيك يا عم حمد كل سنه وانت طيب رمضان مبارك عليكم جميعا.